الأمم المتحدة تفاجئ الجزائر وتتخذ قرار جديد والتنفيذ فوري. مرحبا، معكم بالبيس بازل شويك. ان شاء الله تكون بخير جماعة وبصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف القرار الذي اتى من الامم المتحدة على وجه السرعة والتنفيذ فوري وفاجأ فيه الجزائر. وايضا عنا موضوع هام، الوكالة الامريكية تتكلم لاول مرة عن خلفيات قرار الجزائر بقطع العلاقات مع المغرب. قبل ما نبلش فيديو لا تشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس نضل دائما تواصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو انتشر، خلينا نبلش جلسة. قبل ما نبتدي الفيديو شوفوا هاي الصورة يا جماعة. تصريحات للمدرب الجزائري أثارت غضب داخل الجزائر عندما قال بأن ملاعبنا لا تصلح إلا للشواء وليس لكرة القدم. وجه مدرب المنتخب الجزائري جمال بالماضي انتقادات حادة إلى سلطات بلاده وجامعة الكرة الجزائرية بسبب الحالة السيئة للملاعب هناك، ما اضطر الخضر إلى لعب كل مبارياته في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بالمغرب. وعندما توجه إليه سؤال وهو هل تؤثر القطيعة مع المغرب على مواجهة الجزائر ضد بوركينا فاسو، قال بالماضي إنه لا يعتقد أن قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد مع المغرب سيؤثر على رحلة الخضر لمواجهة بوركينا فاسو، موضحا سنذهب بطموح وتحقيق نتيجة إيجابية في بلد جار، نتمنى أن تجري الأمور كما يجب وما يهمني هو الملعب والأرضية. وأشاد بالملاعب المغربية وبالأرضية التي سوف تسمح لمباراة جيدة جدا. تبونا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الشيء وهل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب هو لا. فلنبتدي بالموضوع الأول اللي هو مركز أمريكي يتحدث عن خلفيات قرار الجزائر بقطع علاقات مع المغرب. قال المحلل السياسي سمير بنيس في مقال نشره مركز التفكير الأمريكي معهد واشنطن أن قرار الجزائر بقطع العلاقات مع المغرب هو رد فعل مباشر على النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية في الأشهر الأخيرة. وأوضح في هذا المقال التحليلي الذي أسماه العلاقات الجزائرية المغربية بالنسبة للمغاربة الأمر تحصيل حاصل، أن هذه الحلقة بالنسبة للمغاربة هي الأحدث في مسلسل سلبي طويل الأمد لمسؤولين جزائريين يهاجمون المغرب لصرف الانتباه عن الانتقادات الموجهة لهم وإسكاء النزعة القومية. وأشار الخبير الذي يقيم في واشنطن أنه على هذا النحو فإن قطع العلاقات والمزاعم التي لا أساس لها حول وجود مؤامرة مغربية لإلحاق الضرر بالجزائر لم يكن أمرا مفاجئا. ويرى المحلل السياسي أن الاتهامات الزائفة التي وجهها النظام الجزائري إلى المغرب بشأن ضلوعه في حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة تيزي وزو ما هي إلا ذريعة لقطع العلاقات مع المغرب. وقال أيضا إن قرار الجزائر بقطع العلاقات مع المغرب واتهامه بتدبير مؤامرة ضد المصالح الجزائرية ليس سوى تتويجا لمسلسل تتواصل حلقاته منذ 9 أشهر. وأضاف أيضا يبدو أن النظام الجزائري قد بدأ يستنفد المناورات الاستراتيجية لمواجهة النفوذ الدبلوماسي المغربي المتزايد ليلجأ بدلا من ذلك إلى خطط تضليلية تقوم على تشتيت انتباه الرأي العام الجزائري لتجنيده ضد عدو أجنبي مشترك. وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى القول ربما الجزائر تكون قد اتخذت قرار قطع العلاقات مع المغرب خاصة عندما أصبح واضحا أن إدارة جو بايدن لن تتراجع عن قرارها بالاعتراف
بمغربية الصحراء. باختصار ما نراه الآن مركز أمريكي يحلل هذه القطيعة التي اتخذتها الجزائر وهذا القرار المتهور وما هي أسبابه. الذي كان أبرزها الانتصارات الدبلوماسية المتتالية وأيضا القرار الأمريكي الثابت الذي لن يتغير. تبونا بالتعليقات شاركم بهذا الشيء وهل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب هو لا. الأمم المتحدة تفاجئ الجزائر وتتخذ قرار جديد والتنفيذ فوري. عاجل، لأول مرة الأمم المتحدة تتخذ قرارا وهو تجتمع بنشطاء حقوقيين لدراسة تدهور وضع الحريات في الجزائر. أفاد عضو بالحكومة المؤقتة للقبائل في باريس في حديث هاتفي مع مصادر موثوقة بأن الأمم المتحدة استدعت العديد من النشطاء القبائليين والحقوقيين والسياسيين المعارضين والمنفيين بأوروبا وكندا لحضور اجتماعات وندوات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار. وشدد المصدر ذاته إلى أن قضية القبائل هي قضية أممية وتحتاج مساندة الدول والمنظمات المعنية لتصفية الاستعمار على غرار العديد من الدول التي حصلت على استقلالها، مشيرا إلى أن حكومة القبائل ستلبي النداء والدعوة وستطرح خريطة طريق أمام أعضاء اللجنة. هذا وتعد هذه الخطوة ضربة موجعة جدا إلى الجزائر، حيث سيجد النظام الجزائري نفسه محرجا أمام أعضاء اللجنة وهو الذي كان دائم الحضور والصراخ فيها مبرر بتقرير المصير الشعوب والدول. ما نراه الآن باختصار الأمم المتحدة رسميا تجتمع بنشطاء وحقوقيين لدراسة تدهور وضع الحريات في الجزائر. لقد قلناها سابقا ونعيدها على فرحات مهني أن يكون فرحان ومتهني لأن المغرب هو الذي أصدر القرار والمغرب هو سيد القرار. وها هي الأمم المتحدة اليوم تعلنها وبقوة. اكتبوا لنا بالتعليقات شرككم بهذا الخبر الذي أتى منذ ساعات قليلة. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنه المغرب يا سادة. ويكسرنا لآخر فيديو. كل الحب وضغط. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.